بسم الله الرحمن الرحيم. حالة كونستانت أو كونتينيوس تيمباني. كونتينيوس تيمباني في ريكارنت تيمباني وفي كونتينيوس تيمباني. الريكارنت تيمباني إن البهيم يتنفخ ويفش تمام، لكن الكونتينيوس يبقى منفوخ على طول. ده يحصل في حاجتين، في الفيجاس انديجيشن وفي الديافراماتيك هيرنيا. الكونتينيوس تيمباني بيحصل في حاجتين، في الفيجاس انديجيشن وال الديافراماتيك هيرنيا. دي حاله كونتينيوس تيمباني تمام. طبعا اكل خفيف، اخراج خفيف، والنفاخ مستمر على طول. وشكرا.